ده اللي جادي جامد قوي على فكره. حلو حلو والله. ركز في انت فاكر. ايه السلام عليكم حبيبنا عاملين ايه؟ متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب على القناه. غني راب راب راب. هم يا جماعه ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل كل جديد. عايزين نوصل الفيديو ده 20,000 لايك النهارده. النهارده هنلعب لعبه خطيره جدا جدا جدا. اللعبه ديت بجد صعبه. هيلعبوها كلهم جودي وايتم وايسي وتيمي ولو نفع انا ودودو عشان هي تقريبا هي بتاعت كيدز تقريبا او يعني احجام صغيره وكينج مصر يبقى معانا هم بيلبسوا جوه كلهم. هنشوف هينفع نلعب احنا ولا لا الكبار. بس لعبه خطيره جدا ربنا يسترها. هي يعني خير ان شاء الله. مش هحرق لكم اللي هيحصل ان شاء الله. هنروح دلوقتي وهنشوف كل حاجه. هنعمل فلوجات كده جميله ويعني هنلف كده في مارينا وهوريكم هنوريكم حاجات حلوه كده ان شاء الله. المهم وعايز اقول لكم يا جماعه بقى ان احنا قنوات الكابتن دراما عليها فيديوهات جامده جدا اتفرجوا عليها كده في الديسكربشن تمام. والانستجرام وجودي بقت تيك توكر وعامل صفحه تيك توك. ربنا يستر وما يجيبش ونقر عليها. طبعا انا بر عليها عشان بتجيب اعلى مني بس عادي يعني بنتي احط لك في هنا بالمره ولا مش محتاج. الله اكبر. بتزيد في اليوم 55,000. المهم يا جماعه لايك وشير وسبسكرايب. يلا بينا نروح. جودي يا جماعه هي اللي حبت انها تجرب اول واحده. يلا نشوف اللي حصل. يلا بينا نروح. جاهزة؟ يلا نروح. يلا هوب. ايه؟ خايفة جدا ولا عادي؟ خد هنا ده انت مستوى عالي يعني هيقعد يشقلبك. انا بخاف. متأكدة؟ بقول لك ايه؟ انا عايز السهل كلها اتفرج عليها. بقول لك ايه؟ قالت مش خايفة قدامك. قالت انا ما بخافش من حاجة. مش خايفة؟ أكيد. جودي. تخاف من ايه؟ اكيد؟ ماشي منشور جاهزين. لا اله الا الله. سلام. باي يا جون. استنيني شوف. سلام يا حبيبتي. اه ايه اللي سألت حاجة؟ يا حبيبتي انت مش خايفة؟ يا نهار اسود الميز. لا 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 لا. طب في حاجة ولا كويسة ولا تنزلي؟ حلوة؟ هو بيمسك رجليها ازاي يا كينج؟ بيشوطها. بص ده اللي جادي جامد قوي على فكره. حلوه. اه كانت قهوه. ده انا قلبي وجعني الله يخرب. يا حدي بقى حلوه. ما وصلش والله. مش صعبه يعني؟ اكيد. لا اله الا الله. لا اله الا الله. بجد جودي مش صعبه؟ بجد مش صعبه والله؟ بجد والله مش حاجه خالص. والله الدم عندك دم. كينج جرب. كينج ما يلا يلا. والله لو سني يسمح هقول لك ماشي. بس بالتالي احنا اول ما نركب والله التاج بتاعه اتقلبت كده عليك. بس جرب والله. انا ما عنديش. انت هتجرب؟ انت هتجرب. لو انت هتجرب انا هجرب. بس انت اخويا الكبير فلو انت جربت. طب اساله كده قول له في السن بتاعنا ينفع؟ لو سمحت هو السن بتاعنا ينفع؟ الحمد لله. والله العظيم الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله يا رب. الحمد لله. والله العظيم ما هو ناقصك. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. قلت له يا جماعه بس والله العظيم انا واقف. اه ما شاء الله. اه عايز اقول يا جماعه ان كينج مصري وادم عازمنا طبعا عشان خاطر يعني
هنقول لكم ليه بعدين ومعزمنا ليه هتعرفوا بعدين يعني. عشان كده صح؟ تعرفوا بعدين. طبعا يا جماعه دلوقتي عايز اقول لكم ان الدور جه على تيمي. يا ترى يا جماعه تيمي تيمي ار يو ريدي؟ تيمي ار يو ريدي؟ ريدي جود تيمي. يا نهار اسود الله. لا 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 انا موت. تيمي انا الوحيده اللي ما عنديش. جو جو تيمي. تن سافر تيمي يا اولاد. تيمي 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 تيمي. عايز بتشجع تيمي ازاي يا جماعه؟ يلا يا جماعه عايزه تروح نيجيريا. بص من هنا على نيجيريا على طول. نعم انا عايز اسال سؤال بس. اشمعنى تيمي واحنا لا؟ تيمي حضرتك عشان هي يعني هي جايه سياحه فمش مش عايزين برضه السياحه. انا بقول له هو شايف لي حاجه غلط يعني يا عم؟ الا الله. لا والله الموضوع عادي على فكره بس هو يعني مش عارف. هو شكله قريبها شكله قريبها. بصوا يا جماعه تيمي دلوقتي يا جماعه كينج يا جماعه متحمس لتيمي جدا. يلا يا تيمي. اكتر اتنين متحمسين لتيمي كينج وايسن. عايز اقول لكم ان ادم عايز يلعب اللعبه دي بس بيقول ايه بقى يا جماعه؟ بيقول انا ماليش دعوه انا هلعب اللعبه بس مش عايزه يشدني قوي. لا هقول لك انا مش عايز اتشقلب. اقول لك يا بابا لا اللعبه دي ماشي ازاي؟ انت مرهان الدب دي قوي تموت. ها تيمي تيمي دونت وري تيمي معاك ربنا. نو نو ايه مش هيفهم اتكلميه عربي. نو نو ايه ودي يا باشا. ودي يا باشا. اموت يا انا اموت انا اموت انت اللي قلت عايز اركبها. اموت والله العظيم يا تيمي. واي اوه فيري جود وان يو. يا نهار ازرق على المول. انا اموت ايه مش عارف ده اللي عمله فيها ده كفايه. ده انا كنت هموت. فيري جود تيمي فيري جود فيري جود. ايه اللي حصل؟ انت عيطت؟ ووتر 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 هتقول اي حاجه اشربها. اشربي 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 ووتر ووتر. او يطلع يقول له بالراحه يا عم بالراحه. يا انت ممكن تجيب مكانه يا لهوي. يلا بس مره تاني. بقول لك ايه؟ معلش معلش بص هتنبع عليا يا عم. روح عليها هتقرب منه وتزعق. 3 2 1 يلا قول له. يلا 3 2 1 يا مايسل. اللي بتعمليه فينا دي يا باشا مالكش دعوة. خلا تقول يا آدم. ايس اندع لآدم. قول يا آدم قول يا آدم قول يا آدم. خلاص ايه ده لسه هيطلعك فوق. لا بلاش قلبان هي خلافين كده بس نعلمها الادب وخلاص. هو لو ينفع واحده يعني ايه خفيفه حبه يعني. لا لا دي ما بتعيطش ده قلبها جامد دي. شدي شويه
حلو حلو والله. هتشربي بيب سنة غير ما تقولي لي؟ ها؟ هخلي معلقك كده. مش عايزة ايه؟ اوبا. دي حلوة. طب يلا خلاص خلصنا. يلا يا ادم جاهز؟ يا ادم لا يا ادم دي صعبة. صعبة ايه؟ دي جميلة. بص ايسر دي صعبة. خش يا سيدي. يلا يا سيدي خش. انا هتخش؟ طب اطلع يلا. يلا يا ادم. ايه احساسك؟ ايه احساسك بعد النطة؟ ايه احساسك؟ حلوة؟ ما خدتيش. بابا انا عايزة اشتري الجلي. انت ده كل ناس عشان كده صح؟ بس هنجيب لك كده. قال لها ايه؟ كان عايز يقول لها حاجة لما نزلت بقى. اه. بعد اذنك ايه بس اقعد تتكلم مع ايسي؟ حاضر حبيبي. ايسي اهو اهو اهو. يلا صوري ايسين. ايسين ايسين ممكن تيجي تصوري؟ يلا بسرعه. باي باي يا ادم. هتفهم ان سيرتي معاك صح؟ سلامه. لا ولا يفرق معايا كده. اه ايه لسه عامل حاجة؟ طب ما ضحك. هتقلب هيستيريا يا جماعة. خلاص خافشي. اجمد يا ادم. خلاص بالراحة وبالراحة. هموت والله. كيمي يلا. اوي نام يا حبيبي. نام يا روح بابا. خلاص ليه؟ من اللي بتعملوه فينا. انا فرحان قوي. لا نزله كده خلاص بقى. خلاص يا ادم. خلاص ولا تكمل؟ مية مية. اجري عشان يجري ورانا. لا جامدة. بص انت عامل ازاي؟ ليه بس؟ تعال. ودلوقتي الدور على دودو. دودو ايه؟ يلا. لا خلصي. انا قطعت لك. قطعت لك. بقول لك خدي. طب هقول لك انا قطعتلك. انا قطعتلك تكت. طب مش هينفع. ايه اللي اديها لاي واحد؟ اشمعنى ركبتي؟ يعني انت مش خايفه على اولادك؟ كنت خايفه؟ خايفه على اولادك. انا كنت محتاجه اضحك شويه وبعدين دول بيقرفوني. بتضحكي على اولادك؟ بيقرفوني. يا عم انا مش عارفه. خلاص دودو مش بهزر. طب بعد اذنك اتفضلي. يلا عليك الدور. عليك الدور. ايه اتفرج انا عايزهم. اشمعنى تيمي والاولاد؟ انا بتكلم بجد. خدي. هو ايه ده يا ايسر؟ انت عايز ايه يا ايسر؟ عايز ايه؟ دي؟ حاضر. خد اللي انت عايزاه يلا. انت عارفه دي ايه؟ هي دي حمراء؟ سبحان الله. ماشي. يلا حاسبي يا جدي يلا. بتقول لك ممكن نبقى اصحاب؟ قول لها ماشي نبقى اصحاب. انت كسفت ليه؟ اسمك ايه؟
ايسل اسمها ايسل زيك سلم عليهم يلا اسمك ايه اسر وايسل ايسل اسمها ايسل زيك ايلين عسل هتطلع على اليوتيوب اهو كلكم ايوه هي على النت عايزه حاجه ايسل يلا قول لهم باي ايسل يلا حاسبي يا سيدي يلا حاسبي سبتوا تعال ايسل تعال اسمك ايسل جبت يا اسطى يلا هنا يا جماعه طبعا جبنا التيمي ايس كريم هو يا جماعه عشان تهدى على نفسها من بعد ما لعبت واعصابها ثابت يا جماعه 100 100 فيري جود يا تيمي فيري جود الله يعني السرعه قولي يا امه قولي تيمي يعني لسه برضو يعني كان نفسه يلعب بس اللعبه ما خدتوش بعد اللي شفناه في تيمي اللي خرجت على الروبوت وانا ماشي انا ماشي تيمي عيطت يا جماعه هو نزل والله العظيم عيطت فعلا هناك يا جماعة ايسل وزي ما انتم شايفين ايسل مع اياد وادم خد يا ماما بيلعب اهو هوبا طبعا يا جماعة في خناقة هناك في خناقة حصلت ما بين ادم هو بيعمل كده ليه تعالي هو بيعمل كده ليه انت بتزقها ليه سؤالي كده خنيته ليه قول ايه بص ايه انا فشا وهو مش عارف مش مين انتوا كنتوا بتلعبوا ايه خلاويص بص هي داخله على اياد وهو مش عارف ايه مش مين فلقى داخله على مساكن المفروض مين اللي فيها هي ما انا هي مش عايزه تعمل انت مش مسيطر يا اسطى المفروض تقول لها انت فيها تقول لك ماشي بالقفة بس. لا بالقفة ايه بالكلمه البصه بص لها كده لا يا جماعه انتوا تعرفوا كل حاجه بعدين استنونا بس طبعا يا جماعه ادم زي ما انتم شايفين لحد دلوقتي ادم لسه اعصابه سايبه حتى جبنا له ايس كريم عشان ياكل ادم كل يلا يا دوما ليه لسه دايخ من اللعبه ايه رايك في اللعبه بجد تعبه تاني دي جامده لعبه تاني ماشي هتلعبها تاني يلا ايه السلسله الجامده دي يا دوما هتلعبها يعني ماشي يا عم وريني نفس السلسله وريهم السلسله بس يا جماعة ادم جاب سلسلة اوعى دي جاية له هدية دي يا جماعة ايوه يا دوما يا جامد فنزاتك انت اوعى يا عم اوبا اوبا ايه ده باتمان انت زملكاوي يا ابن اللذينة ادم زملكاوي يا جماعة سوبرمان يا ولد يا دوما وهنا بقى ايسل طبعا يا جماعة برضو بنروق عليها اهو جابت ايه اسمه ده صنديق كيت كات صندوق كيت كات تلعب لعبه اللعبه تاني خايفه خلاص بنروق عليهم يا جماعه بعد ما عملنا في يوم بعد ما عملوا التحدي انتوا قولوا بقى في الكومنتات مين اكتر واحد كان خايف مش محتاجه كلام بس نشوف انتوا برده وجهه نظركم مين اكتر حد خاف ومين اكتر حد كان قلبه جامد قولوا لنا في الكومنتات مين اكتر حد كان قلبه جامد واخد البابا واخد البابا هذا بابا بابا دي اللي عندي هو عشان انت اللي دفع فلوس انا هتاكل معايا طب ليه كل من ادم اكلت والله من ادم مش عايز حاجه مني كويس دودو بتاع مين ده بتاعتي ده اسمه ايه ده اسمه وافل ساندوتش وافل ساندوتش ايه عايز تجربه؟ لا بس شكله حلو اتفضل طيب دويني كده؟ لا اصبر اما اصوره الاول ماشي انا اسف يا دود ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده انت عايز تحط ليه؟ ما تروح تاكل اكل كمان بص بتديكي كيت كات عشان هي تاكل من معاك والله عليا عايز تديني انت عشان تاكل ده انا معاه الشغل يا جدعان مفيش حل
هتصوروا يعني هتعمل ستوري و خلاص كده عرفت النتيجه بتاعه طعمه ايه. وهنا بقى كينج مصر طلب حاجه اسمها فور سيزون يا جماعه. كينج مصر طلب فور سيزون تبقى كينج فهمت الطعم. ممكن مش فاضي دلوقتي. طب عايزك ممكن علشان هي يعني حاجات بتاعته ايه بكميك يا ليه؟ هو عندك حق. هو عندها حق. هو بيعمل ايس كريم بتاعك هو شايفه؟ ما بكلمش معاك انت. عمو كينج ممكن ايوه هي كلامها صح بتقول لك خليك في الجودره هنا. طب ممكن تدوقني يعني خليك في حالك. وقف عيني بابا. ثواني يلا. لا 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 انت بتدوقها قبل يا كابتن حبيبي. انت بصي كده ليه؟ والله نفسي يا جماعه اوريكوا الشكل. بابا انت بصي كده ليه؟ يا حبيبي خد يا ده بقه ما حاجه في ايديه بس ده مدفع عارف التعويره كل جواها ميه وسرقه ورا بعضها. ثانك يو دودو. انا كلكم جبتوا الا وانا وانت والله بس انا وجولي ناقصين. بابا ده جميل قوي يا جماعه. انا الوحيد اللي اتاخرت بس في مصلحه جامده قوي. انا دقت كل حاجه موجوده هما جابوها فانا استفدت استفاده جامده جدا بجد. فيعني دي ميزه اللي بينزل الاوردر بتاعه طبعا. بص كمان ادي بابا هتاكل برجوله. اه ركز في انت بابا. بابا خد يا بابا يو دادي مبروك عليك الحبايه. يا نهار ابيض ايه ده؟ لا يا عم لسه ما ضربتش. بعد الكينج والنبي ده ها؟ بابا كينج انت دوت الكينج بتاع مش عارف في حد اداني بالونه صغيره كده فرحت. بقول لك ايه عارف عامله زي ايه؟ عامله زي التعويره اللي جواها ميه لما تفرقعها بتطلع ميه. ايوه ايوه بس الله يرفقك يا شيخ. اديك شركه الحربيه من غير ما تشوف رجليا. اديك شركه الحربيه من غير ما تشوف رجليا. ايه يا عمي هاي نموت والله العظيم ثلاثه. ماشي هنا ده يا لا هياخد منك. خد منك معلقه. انا عارفه عشان تاخد منك. انا بعمل فيديو خلاص. انا بعمل فيديو ماليش دعوه. انا خلصت. والحمد لله يا جماعه حاجتي نزلت الحمد لله. ده يا جماعه اسمه الفيلا في المنافيلا بالنوتيلا. لحد دلوقتي يا جماعه لسه جودي قاعده مستنيه الفرج. دايما بيبقى اخر وقت. دودو خلاص قربت تخلص الساندوتش بتاعها وكله تمام. لسه جودي يعني دودو عملت يعني مش عارف والله صعبان عليها. كل يا دودو. واخيرا الحمد لله جودي جالها الاوردر بتاعها. طالبه ايه يا جودي؟ بسلامه. مين؟ سموزي. ده باين ان هو كده ووتر ميلون. سلام عليا وعلى الانجليزي بتاعي يا جماعه. انا بروفيسير. انا من بكره هدي درس انجليش حربي. حلو يا جودي؟ حلو يعني مش ما هو سموزي حلو ولا ايه؟ نعم. ايه؟ حته من النوتيلا. عايز حته من دي؟ حاضر. انا احسن منك ها؟ خلصنا الفيديو ونشوفكم في فلوج جديد وفيديو جديد ان شاء الله. سلام عليكم.